السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم مهندس أحمد. الدرس الثالث من دروس تعلم برنامج ماستر كام ديزاين 2018. في هذا الفيديو، طبعا في الدروس السابقة درسنا كيف تصميم هذا الشكل، في الدرس السابق كيفية عمل فريزر للوجه ويخليه سطح ناعم، المادة الخام يخليها ينحي مسافة 1 مليمتر من الوجه مش تكون المشغولة ناعمة الوجه. الفيديو الثالث عبارة عن ثقب اللي منديروه مع الثقوب الأربعة. فخلي نعاود نفس الخطوات متاع الفيديو السابق. أول شيء نفتح ماشين، بعدين نختار ديفولت مل ديفولت، بعدين بروبرتيز نفتح ستوك سيت أب. طبعا كل القيم حددهم بيساوي صفر. نديرو أول سوليدز باش يدرس لك جميع أبعاد القطعة متاعك، طبعا 80 و110. طبعا نزيد 80 نخليها 85 لاني بديها ازالة بعدين. 105 وهنا 11 مليمتر، وندير موافق. اول واحدة درناها بدي كاي اللي هي عبارة عن شنو، تسوية للوجه. تو شنو بنديرو، بنديرو ثقب الثقوب اللي عندنا. لما ضفت المسافة ضاف لك 5 مليمتر من جنبك، 5 مليمتر هيك، ومليمتر من وين؟ مليمتر اللي هو، عفوا، مليمتر اللي هو هذا، الزيادة البسيطة هذه. فاحنا لما نحينا بالوجه أول فيديو نحينا الواحد مليمتر، فأنا مش نحي المرة هذه، أنا نبي غير بس نضيف سماحيات بس. كويس، نرد الايزومتريك فيو. طبعا شنو بندير؟ نبي نديرو توا الثقب الثقوب الأربعة اللي عندي. فنختار الدريل، نختار الثقوب الأربعة، ركز بعناية، حاول كيف ما تلخبطش. دير الثقوب الأربعة إما مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة، ودير موافق. بعد ذلك نديرو أداة الثقب، نختارو التول، نختار select library tool، نضغط على فلتر. طبعا احنا نبغى الثقب اللي هي هذه محددة، الثقب بقيمة قداش؟ طبعا الثقب الواحد بيساوي 8 مليمتر، فأنا نبيه 8 مليمتر، ندير هنا 8 ونديرو موافق. بعد ذلك نضغط موافق، نمشي للهولدر نخليه زي ما هو، نمشي للستوك ندير يو ستوك، نعم. بعدين نمشي لكت بارامترز فندير موافق، نمشي لكت بارامترز نخليه زي ما هو، نمشي للينك بارامترز. طبعا هنا نبيكم تركزوا شوية. لو كان فرضا يا جماعة الخير درنا المسافة اللي هي طبعا هذه كلها قداش، يعني ما نحتش الفريزة بالوجه، يعني خليتها زي ما هي. يا سيدي انا نبيها زي ما نبي نديرها 11، نديرها 11، نبي ينزل أداة الثقب نبيها تنزل 11 مليمتر. فلما ندير موافق، طبعا احنا نعرفوا ان هذه 11 ولا، لان ضفت مليمتر امريكي. لما ندير ناقص 11 وندير موافق، نمشي هنا في نبيكم تلاحظوا خطوة بتصير غير مرغوبة. فهذا لجرت ناقص 11، ناقص 11 معناه ينزل بمسافة 11، أداة الثقب تنزل بمسافة ناقص 11. فخلينا نقص السرعة شوية وندير موافق. لاحظوا نزل. طب احنا نعرفوا ان هذا ان 11 ولا نعرفوا ان 11 يعني ضفت 10 مليمتر. فلما ندير ناقص 11 اداة القطع بتنزل ناقص 11 بس. لاحظ شو بيصير، لاحظ ان ما صارش ثقب للاخير، ما صارش ثقب. علاش؟ لان احنا اداة الثقب متاعنا لاحظوا كيف شكلها بالكيفية هذه، ينزل 11 ينزل 11 فما ينزلش فما ينزلش ما ياكلش من المعدن كله، ما ياكلش الثقب من المعدن كله. خلي غير بس نصلح الشكل متاعي، مش عارف علاش الاسود هو يطلع. خلي نسويها. لاحظوا ان ما كلاش من المعدن من اللطه، ما كلاش من المعدن من اللطه. فاحنا شنو بنديرو؟ نسكروا النافذه هذه ونختار بارامترز. البارامترز هنا نضيف قيمة الناقص 11 نديروها ناقص 15 بالوافي، نبيه ينزل عند أسفل، لأن هي احنا نعرفوا أن السمك متاعها يساوي 11. فهنا نبيه، طبعا احنا أداة الثقب فيها زيادة بسيطة على شكل مثلث، فهنا نبيه ينزل كل أداة الثقب، فندير ناقص 15 بالزيادة وافية، زيد 3 مليمتر من عندك يا سيدي، ودير موافق. طب نشوفوا شو حيصير. طبعا يبي يثقب زي قبل.
نشوفوا توا الشكل متاعنا. لاحظوا ان الثقبة كلها كيف ما هو مرغوب. فلو درت ناقص، لو كان درت ناقص 11 او لو درت ناقص 12 ممكن ما يكلكش المعدل عند اسفل، فزيد 3 ملم بالوافي، هيك حيشي حيديلك حيديلك ثقب كامل للشكل متاعك. وهذه هي الملاحظة اللي بنقولها لك. فلو كان درت عفوا نسكرها، طبعا احنا نعرف ان هذا السمك متاعه بيساوي 11 ملم، لو نمشي بالامتر وندير ناقص 12 زيادة بسيطة وندير موافق وندير verify select operation، ندير نعم طبق لي الشكل. لو كان درت اشتغل، انا غير الجهاز متاعي بطيء شويه. لاحظوا ان حتى ناقص 12 ما خداش المعدة كله. فتاكد انك انت لابس، لازم شني اداه الثقب هذه متاعك، لاحظ ان فيها شكل مثلث، فيها شكل مثلث. السن معروفه السن، لانه بيثقب يبدا يدور طبعا هذه على شكل مثلث، ما تنزلش لعند اسفل، لان احنا اللي يحسبها لك الناقص 12 يحسبها لك من السن متاع اداه الثقب لعند اعلى. وهذه هي الملاحظه اللي بنقولها لكم، ان شاء الله تكون وصلت لكم. كيف ما قلت لكم خلوها بالزياده الوافيه. فشنو نديروا؟ نمشوا بارامترز، نضيف هذه خليها ناقص 15 او ناقص 16 كيف ما يعجبك. اهم شيء مش ينزل اداه الثقب تنزل عند اسفل وبعدين تضرب الجزء الفوقي، فخليها بالوافي على الاقل ناقص 15 كي كويس، تزيد 4 ملم من عندك. ونديرو فيريفاي سيلكتد، ونديرو اوكي، ونشوفوا كيف يدير توا. لاحظوا نزل لعند اسفل، لاحظوا كيف حتى السن متاع اداة الثقب نزل شوية لعند اسفل، ينزل. وهذه هي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معي في هذا الدرس على ملقاء بكم في درس قادم بعون الله تعالى. شكرا جزيلا على حسن السماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.